مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من ربع ساعة رياضة، كبسولتنا اليومية السريعة بنحاول فيها ان احنا نتعرف على اخر واهم وابرز الاحداث الرياضية محلية او العالمية من السبت للاربعاء هنا عبر شاشة التلفزيون المصري. خلونا نبدأ مع الإيجيبشن ليج، الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. النهاردة فيه ماتشين ضمن الجولة 28. الماتش الأول هيكون ما بين فريق وادي دجلة ومصر المقاصة. الماتش ده هيتلعب في تمام الساعة 5:05. وادي دجلة هيدخل المواجهة وهو في المركز 17 قبل الأخير ب 22 نقطة. أما مصر المقاصة بيحتل المركز 9 برصيد 36 نقطة. ده كان الماتش الأول. ماتش تاني هيكون معانا إن شاء الله الساعة 7 مساء ما بين الدراويش الإسماعيلي والاتحاد السكندري. الدراويش بيحتل المركز 11 ب 35 نقطة، أما سيد البلد بيدخل المباراة وهو في المركز 6 وفي جعبته 38 نقطة. لسه مكملين معاكم والدوري الممتاز لكرة القدم. النادي الأهلي امبارح حقق فوز كبير جدا عريض جدا على مضيفه سموحه باربع اهداف نظيفه في المباراه التي جمعتهم ضمن منافسات الجوله 28 من الدوري الممتاز المصري لكره القدم. المباراه كانت هاديه، كانت سجال ما بين الطرفين لحد الدقيقه 40. كانت النتيجه ساعتها التعادل السلبي. في الدقيقه 45 النتيجه 3-0 للنادي الاهلي. 5 دقائق فقط كانت كافيه عشان العملاق الأحمر يحسم المواجهة لصالحه برباعية. رباعية النادي الأهلي حملت توقيع كل من محمد شريف ووقع هدفين، هدف للتونسي علي معلول وهدف لحسين الشحات اللي بيسجل المباراة الثانية على التوالي، وبدأ زي ما احنا شفناه أنه يستعيد مستواه اللي احنا كلنا عارفينه عنه. الفوز ده بيرفع رصيد النادي الأهلي ل 45 نقطة يجمعهم من 21 مباراة، بيصعد بيهم للمركز الثاني. خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة بيأكد بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي أن استبدال الشناوي كان للحفاظ عليه بعد ما تعرض للإصابة في مران الفريق اللي سبق المباراة، وشدد كمان أن الشناوي لاعب مهم جدا بالنسبة للفريق، علشان كده فضل أن هو يستبدله علشان الاطمئنان أو بعد الاطمئنان على النتيجة. خلونا نروح للنادي الزمالك اللي كان مقرر ان هو يخوض مباراه النهارده امام غزل المحله في الدوري الممتاز، بس المباراه اتاجلت لكام؟ ليوم 3 اغسطس المقبل، يعني تقريبا بنتكلم في شهر الا. بعد قرار تاجيل اللقاء بيكشف المدير الفني للقلعه البيضاء الفرنسي باتريس كارتيرون، بيكشف ان البرنامج الخاص بالفريق خلال فتره توقف الدوري الممتاز، وقرر المدرب الفرنسي ان هو يمنح اللعيبه راحه لمده 11 يوم بدءا من النهارده، على ان يستأنف الفريق تدريبه يوم 16 يوليو. كمان كارتيرون اضاف ان الفريق هيتدرب ايام 16 17 18 و19 يوليو، هيحصل على راحه لمده يوم 1 يوم 20، بعد كده هيرجع تاني يوم 21 بينتظم الفريق في المعسكر المغلق ببرج العرب في الإسكندرية، حتى موعد مباراة غزل المحلة المقبلة هيتم خلال المعسكر خوض العديد من المباريات الودية. خلونا نقفل الملف دوري ممتاز المصري لكرة القدم ونروح لكوبا أمريكا. النهاردة في تمام الساعة 1 صباحا يوم الثلاثاء هنكون على موعد مع مباراة مهمة جدا بتجمع ما بين السيليساو البرازيل مستضيفة البطولة وفريق بيرو. الماتش هتلعب في نصف نهائي المسابقة، مواجهة مهمة جدا.
بتفكرنا بمباراه الفريقين في دور المجموعات اللي شهدت اداء متميز جدا للاعيبه البرازيل اللي حسموا اللقاء لصالحهم برباعيه نظيفه. تعالوا نتعرف على تفاصيل اكتر عن المباراه من خلال التقرير اللي جاي. دلوقتي خلونا نروح مع حضراتكم لاخر مستجدات بطوله يورو 2020. النهاردة العملاقين إيطاليا وإسبانيا هيختتموا استعداداتهم لمواجهتهم المرتقبة القوية جدا بكرة دور في دور نصف نهائي من كأس الأمم الأوروبية. إيطاليا صاحبة الأداء المتميز بلغت الدور نصف النهائي بعد ما تخطت عقبة بلجيكا في الدور ربع النهائي، أما المنتخب الإسباني فتأهل على حساب سويسرا بركلات الترجيح. قائمة إيطاليا للمباراة هتشهد غياب ليوناردو سبينازولا بعد ما تعرض للإصابة في مباراة بلجيكا. الجانب الآخر سيغيب النجمة سارابيا عن تشكيل لاروخا للإصابة أيضا. مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت قال إن الجناح بوكايو ساكا هيكون جاهز علشان يشارك في مباراة المنتخب المقبلة أمام الدنمارك في دور نصف نهائي من اليورو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل. ساكا كان تعرض لإصابة خفيفة خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي الجمعة اللي فاتت، غاب عن مواجهة أوكرانيا، وشارك كمان ساكا صاحب 19 سنة بشكل أساسي من بداية مشوار المنتخب منتخب الأسود الثلاثة في البطولة. خلونا نقفل ملف اليورو ونروح لموضوع تاني مهم بيشغل بال معظم مشجعين الكرة في مقدمتهم عشاق العملاق الكاتالوني برشلونة. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي اللي كالعادة بيتصدر عناوين الصحف، بس المرة دي بسبب عقده مع برشلونة اللي انتهى رسميا منذ أيام. صحيفة ماركا الأسبانية الشهيرة ذكرت في تقرير لها أن ميسي طلب بعض الضمانات لتجديد عقده مع البلوغرانا. الضمانات دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بالأمور الضريبية اللي طلب إنها تكون واضحة ومحددة، بالإضافة لضمان الحصول على مستحقاته في حال حدوث موجة جديدة من كورونا. ماركا كمان ذكرت في تقريرها إن بارسا بيعاني من ضعف في السيولة المالية ده، ولذلك بتسعى إدارة النادي علشان تخفض من رواتب اللعيبة لحل المشكلات المادية. الصحيفة زعمت أو قالت إن ميسي هياخد في النادي 200 مليون يورو خلال سنتين في العقد الجديد، مع تأجيل 100 مليون يورو تدفع خلال السنوات الثلاثة التالية. خلونا نروح فاصل ونرجع لكم تاني، أرجوكم لا تذهبوا بعيد. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ربع ساعة رياضة، لسه مكملة معاكم في دوري العمالقة كرة السلة. منتخب الألماني بيتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه على البرازيل في المباراة اللي جمعت ما بينهم في مدينة سبريتا الكرواتية. ألمانيا كانت حسمت المباراة لصالحها بنتيجة 75-64. بتعتبر دي هي المرة الأولى اللي بيتأهل فيها منتخب ألمانيا للأولمبياد، ده كان منذ عام 2008. كمان المنتخب التشيكي بينجح في أن هو يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ما فاز على نظيره اليوناني ب 97 نقطة مقابل 72. شهدت المباراة تألق لاعب المنتخب التشيكي باتريك أودا اللي نجح في تسجيل 20 نقطة. خلونا نروح لمنافسات الجولف. الأسترالي كاميرون ديفيز توج بلقب بطولة راكت مورجش الكلاسيكية بعد فوزه على الأمريكي تروي ميريت في الحفرة الإضافية الخامسة. جدير بالذكر
أن اللقب ده بيعد هو الأول في مسيرة النجم الأسترالي الاحترافي. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة نفس التوقيت من ربع ساعة رياضة. أشوفكم على خير. سلام عليكم.